السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم غنشارك معكم لي التريب ديالي. غادي يكون متنوع الاسبوع كامل لانني رجعت للعمل، يعني بديت واحد العمل جديد ان شاء الله. الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه. اللي راه في الشوماج ان شاء الله، الله يكتب عليه واحد الخدمه تسهل عليه والعائله ديالو. المهم بما انني كل حد غادي نبقى نوجد الماكله للاسبوع، نشاركوا معكم ونعطي افكار ووجبات مختلفه طيله الاسبوع. دونك غادي ندير واحد الكفته، غادي نديرها بالخز محكوك والكرو، غادي نديرها كيتونيه بطبيعه الحال. الدجاج هنا عندي الكفته جبتها من المجمد البارح، بطبيعه الحال كنوجدوا المسائل اللي باغيين نطيبوا كنوجدوها ليله قبل باش نربحوا الوقت. اي حاجه تساعدنا باش نربحوا الوقت راه فيها الراحه لينا من بعد. هنا عندي فخيضات ديال الدجاج ديجا جبتهم من المجمد، فاش تحيدوا بطبيعه الحال غسلتهم درتهم في الملحه والحامض، راهم مازالين راقدين. غادي ندير واحد هذه الصوجا تيكستوريزي، هذه الناس النباتيه راه بحال لا بروتيين، سي اون بروتيين. غادي نديرها مع الفلافل، عندي هنا البصله. غادي ندير واحد نديرها بالكينوا، وغادي نديرها بهذا لا سالاد اللي كتجي مختلفه، ندير فيها الفجل لي طوماط سوغيز الزيتون ولافوكا، ونزيد لها والخيار واي اضافات. غادي نديرو واحد الصوبه، ودرت شوربه العظم عفوا شوربه العظام. وغادي ندير واحد نسلق شويه ديال البروكولي، وهذه المهم هانتوما معايا في الميل بريب اللي غادي نوجدو ان شاء الله. ما تمشيو فاين، وجبات صحيه متكامله لطيله الاسبوع، افكار مختلفه للنساء العاملات والنساء اللي عندهم دراري وكيبغيو يربحوا الوقت ديالهم وينطوا. يلا مرحبا بكم. بطبيعة الحال اول حاجه كنبدا بها هو انني كنوجد الخضيره وكنقيها كنقطعها كنحيد الصوبه، هي اول حاجه باش نطيبها ونخليها تبرد، من بعد نطحنوها. كما كتشوفوا انا كندير في الصوبه ديالي كندير خضار منخفضه الكربوهيدرات. صافي الخضر اللي كنستعمل كندير خيزو البويرو الكروم البصله قريعه حمراء قريعه خضراء، مهم خضيره ناقصه في الكربوهيدرات وصحيه في نفس الوقت. وباش كنظم الوجبات ديالي وما كنعياش الصراحه، كنحك مثلا الخيزو اولا الخضره كنقطعها. كما كتشوفوا راه الزوج ديالي داير يدو معايا في الكوزينه الصراحه، كنتعاونوا يد بيد لان الزمان صعيب والدنيا صعيبه، والا ما عاوناش بعضياتنا راه الله يحسن العاون. كنوجد كلشي الخضره ديالي، البصله كاع اللي غادي نحتاج في الوجبات باش كننظم الوقت ديالي وكنربح الوقت. يعني عوض ما نجلسو 5 سوايع كنطيبو كنصدقو كنديرو غير ساعتين، وحنا وجدنا وجبات لاسبوع كامل. صافي هنايا كنشحر الخضيره البصيله مع الجزر والكروم كميه على حسب العائله. هنا صويبه كما كتشوفوا هنا رديتها طيب كتجي رائعه، حتى كنطحنها عاد كندير لها الفرماج وحليب الكوك كتجي زوينه. وهكا كما كتشوفوا ها هي الكفته رميتها حتى كتشحر لينا ديك الخضيره والعطريه اللي كتبغيو نتوما اللي كتفضلوا نتوما. انا كندير خلطه ديال اللحم، كندير الشاونيه فومي، كندير الملحه، كندير شويه البزار شويه الكركم، هذه العطريه اللي غالبا كنستعمل.
وحتى كطيب ليا كل شيء ديك الخضيره مع اللحيمه. ديك الساعه كنزيد شويه ديال لاصوص طوماط. هنا عندي واحد خديتها بيو، الصراحه كنفضل البيو، الواحد يستعمل ما امكن البيو، كيبعد على المواد السامه والمواد الحافظه وبزاف ديال وا 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 وا. وحتى غادي طيب عاد غادي نزيد لها واحد المعلقه حتى لجوج ديال حليب الكوك باش نديرها كيتونيه، لان بغيت تكون فيها نسبه الدهون. من بعد دزت نشرمل دوك الفخيضات ديال الدجاج اللي من بعد ما غسلتهم واستقطرتهم مزيان. هنا عندي شويه ديال القزبر، شويه الثومه، شويه ديال الصوص طوماط، شويه ديال خلطه ديال الدجاج، شويه ديال البزار وسكينجبير و المليحه وشويه زيت البلديه. صافي لا غير. كنشرمل مزيان داك الدجاج عفوا وكنديرو الفران حتى كيطيب على مهلو. دونك لا سالاد ديال الكينوا اللي غادي ندير، بطبيعه الحال غادي نسلق كاس ديال الكينوا. نتوما خديت عبار ديال الكاس، غادي نغسلو وغادي نديرو هنا. ها هو الماء كيطيب كنغسلو، غادي نسلقو مع شويه ديال الكركم، شويه ديال الكركم، شويه المليحه. هنا عندي لا سالاد اللي كتجي مختلطه فيها كل شيء، كيجي فيها هذا، ها نتوما كيجي فيها، كيجي فيها كلشي، كتجي فيها لي زيبينار، كيجي فيها لي زيبينار وواحد النوع د الشلاضة حمراء والبروكولا. المهم فيها ثلاثة ولا أربعة ديال الأنواع ديال لا سالاد. كندير لي طوماط سوغيز، هاهما عندي هنا طوماط سوغيز، الفجل، الزيتون، الكيسو فيتا، فرماج فيتا ديال لا سالاد، والخيار، وسميتو غادي نزيد معاه الكينوا، وغادي نزيد لافوكا. لافوكا هذه سلطة كاملة متكاملة، راه شاركتها معكم واحد المرة في الفيديو، رائعة، تقدو تاكلوها كوجبة رئيسية. أنا غادي نأكومبانيها إما مع كفتة أولا مع دجاج أولا مع سمك. دونك غير بغيت نوريكم المقادير قبل ما نخلط كلشي. بعد ما ساليت الشلاضة ديالي والصوبة والكفتة، دزت باش نوجد واحد الاكله كتعجب للزوج ديالي، نباتيه كما قلت لكم، ديال الصوجا. ديال الصوجا كياكلوها بزاف النباتيين، هي بحال سيتون بروتين، يعني بحال اللحم بحال الكفته، كتجي في نفس المذاق وكتجي لذيذه بزاف. كنديرها بالفلافل والبصله، كنت ديجا درتها معكم في بزاف ديال الفيديوهات ديالي. الا بغيتوا تشوفوا الطريقه ديالها مفصله رجعوا للفيديو، راه غادي نحطوا لكم في القناه، راه كاين في القناه عفوا. صافي حتى هو كنشحر مزيان ديك الخضيره مع ديك الصوجا اللي كنفزقو في المطايب باش كترطاب لينا، وعاد كنزيدو العطريه. العطريه كما كنقول لكم على حسب اللي كتستعملو نتوما واللي كيعجبكم نتوما، كتجي زوينه هاد الاكله حتى هي.
صافي هذه الطوماطه كنديرها مره مره كتعجبنا في الطوسطات ديال العشيه ولا ديال الصباح ولا في لي ساندويتش. هذه كياكلوها بزاف سبليون، كتحكي مطيشه، مطيشه الا كانت بغيتيها جدي عليك عندك بزاف كتحكيها طريه، كديري مليحه، ثومه، كمون، زيت البلديه، صافي هادشي اللي كندير فيها. بعض المرات كندير فيها الحاره ولكن بنتي كتبغيها حتى هي ما كنديرش الحاره، دونك كنخلط كلشي وكنديرها في كويس هنايا عنده القباره ديالو اللي نقدر نحافظ عليها. كتجلس حتى ل 3 ايام 4 ايام في الثلاجه ما كيوقع لها والو. هانتوما نديرها هنا، كما كتشوفوا انا كلشي اللي كنطيب الاسبوع كنخبعوه في لي طابير، ما كيوقع له حتى حاجه، كيبقى مزيان في الثلاجه. نحاولوا ما امكن يكون عندنا لي طابير مزيانين، الا كان البلاستيك يكون بلاستيك ممتاز يمكننا نحافظوا عليه في الثلاجه. وكما كتشوفوا هذا هو الميل بليب ديالي لهذا الاسبوع، طبيعه الحال كنرافقوا بمجموعه ديال الاكلات الاخرى للعشاء، وكنزيد الخبز وكنزيد التنتمبيه، يعني بزاف اللي كنرافقوه. السوبا ديالي هي وجدات الفلافل، تما درت الرز بالحمص البنيته ديالي، الطوماطه، لا سلاد، يعني كنوجد مجموعه ديال الاكل باش يكون عندنا واجد في الثلاجه. الى هنا الفيديو جاء على النهايه ديالو، شاركت معكم الميل بليب ديالي لهذا الاسبوع، نتمنى يعجبكم، نتمنى يفيدكم. الى عجبكم شيروا له بلايك، شاركوه مع الاصدقاء والاحباب، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش توصلوا باي جديد. والى هنا نخليكم في امان الله، عشر مقبوله ان شاء الله، ومرحبا برمضان، يدخلوا علينا ربي بالصحه والهنا. والى هنا في امان الله، مع السلامه.